هذا مؤتمر عالمي بحق، المشاركون فيه من أكثر من دولة من الدول الإسلامية، نحمد الله على هذا التوفيق. والختام مع مولاي عمر، ليس بن حماد ولكن مولاي عمر صوصي، وهو أيضا دكتور دولة في عفوا في كلية الشريعة بفاس، وخريج دار الحديث الحسنية، مشارك في مؤتمرات داخل البلاد وخارجها باللغتين العربية والفرنسية. أنا أخشى عليه أن يقدم عرضه بالفرنسية، تضيق دائرة المتابعة. فهو مؤلف أيضا لكتب في من أحدها باللغة الفرنسية أيضا. أنا أهنئه على هذا الانفتاح على اللغات واستثمار اللغات، وأدعو نفسي وأدعو الحاضرين أيضا إلى السعي لامتلاك أكثر من لغة. الذي يقتصر على لغة واحدة يفوت على نفسه التواصل مع الملايين. عنوان مداخلته: بدأنا بالقرآن ونختم بالقرآن، أصول التفسير بين ابن تيمية وابن عاشور، رحمة الله على الجميع وبارك الله في أحيائنا. تفضل مولاي عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. سعيد لتواجدي بين أهلي وعشيرتي وأحبابي، فأنا من أبناء الرشيدية، وتم القدر أن ننتقل إلى غيرها، لكننا رجعنا إلى الدار، فأهلا وسهلا بنا في بيتنا. الله يحفظكم. ثم نشكر اللجنة المنظمة والكلية والشعبة على ما تفضلت به وتكرمت به وزادت بهاء هذا المدينة العامرة، زادتها نورا وهاجا، والحمد لله رب العالمين. إذا كان عنوان مداخلتي أصول التفسير بين ابن تيمية وابن عاشور، معالم التواطؤ والتزايل. إذا كان فريق من المفسرين والفقهاء يقفون عند ظواهر النصوص خوفا من الاجتراء على كلام الله تعالى والافتئات عليه، فإن جمعا آخر يرى في ذلك قصورا عن إدراك المعاني الخفية وجمود على القشور، مما يفوت على السابح في بحور القرآن الكريم اقتناص اللآلئ ويستر عنه الجواهر ويعمي عنه ضرر الحكمة ويحرمه فصل الخطاب. كيف لا وقد قال سبحانه: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وبمعرفة الباطن الخفي يتميز العالم عن الهاوي والأمي. قال ابن قصر رحمه الله في مقدمته: إن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يمتحن عباده وأن يبتليهم فرق بين طرق العلم، فجعل منها ظاهرا جليا وباطنا خفيا ليرتفع الذين أوتوا العلم. هذا المحك حتى يظهر التفاوت، لا بد أن يكون في القرآن بحور وأعماق ليظهر الغواص من الذي يسبح في السطح. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وما يذكر إلا أولو الألباب. لكن الإغالة والإفراط في تأويل النصوص دون قيد أو شرط من شأنه أن يورد صاحبه المهالك ويذهب به كل مذهب، حتى أنك ترى كل متسبب وهو حصرم يتقول على النص المقدس وبه يتحكم، مما جعل بعض العلماء يعزون سبب تشظي الأمة وتمزقها مزعا إلى التأويل، لانتربريتاسيون، التأويل. فهذا ابن رشد الحفيد يقول: وهذه هي حال هذه الفرق الحادثة في الشريعة مع الشريعة، وذلك أن كل فرقة منها تأولت في الشريعة تأويلا غير التأويل الذي تأولته الفرقة الأخرى، وزعمت أن الذي قصده صاحب الشارع أنه الذي قصده صاحب الشارع، حتى تمزق الشرع كل ممزق وبعد جدا عن موضعه الأول. فترى المعتزلة والأشاعرة والخوارج والجهمية والمرجئة، كل ذلك كلهم ذهب، وكلهم يستقي من نفس المصدر إلا وهو القرآن الكريم. فأين الخلل؟ هل القرآن أين الخلل في ذلك؟ إنه في التأويل. هذا المزلق حفز العلماء على سن ضوابط عاصمة من الهنات ومانعة من الزلات. وأنا في ورقتي اخترت أن أعرض لعالمين من أساطين علم التفسير وأصوله، هما الإمام أحمد بن تيمية، من خلال مقدمته في أصول التفسير ألف كتاب سماه مقدمة في أصول التفسير على صغره، والمقدمة لكتاب التحرير والتنوير، كتاب التحرير والتنوير جعل
عشر مقدمات، عفوا مقدمة من عشر مقدمات بين فيها أصول تفسيره وقواعده. والإشكال، ما هو الإشكال؟ ذكرنا بعضه ونزيده إيضاحا. هل فضل المتأخرين ما يسهمون به، يعني هل بقي للمتأخرين ما يسهمون به ويزيد فيه، أم نكتفي بما ذكره السابقون؟ كيقولوا بالدارجة ما خلوا الأولين التالين ما يقولوا. هل تصدقوا هذه المقولة على ما نحن فيه؟ هل هذا العلم، علم التفسير وغيره من العلوم الشريعة، هل يزيد وفق صورة خطية متزايدة أم متنازلة؟ هل هي متزايدة؟ إيكريك تساوي أكس زائد بي، والبشير معنا يعرف الرياضيات. هل هي في طريق متزايد بتعبير آخر؟ هل العلوم زائدة في طريق الزيادة ومزيد إيضاح ومزيد بيان لمقاصد الشريعة وفهمها، أم نحن نتهاوى في إشارة إلى الحديث قرني ثم الذين يلونهم، يعني خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذا فهمنا من هذا الحديث نفهم أننا في تهاوي، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. هل نفهم منه أننا في تهاوي وفي نزول في خط تنازلي، أم العلم بفعل التراكم نحن في تزايد؟ إذن وجب أن نفكر في هذه المسألة. هل تقدم الزمان من حيث ظهور أقضية جديدة وتطور العلوم التقنية والاجتماعية والسياسية يسهم في تطور علوم القرآن والتغيير في أصول تفسيره وتأويله نقصا وزيادة وتعديلا؟ هذه أسئلة نجيب عن بعضها، وين بقى المجال مفتوح فيعسر بقي الآن؟ إذن بقي في المقدمة والمقص قد مر. على عجل نذكر العناوين على عجل. المنهج، نبدأ بالمنهج الأثري في تفسير القرآن. تفسير القرآن ابن تيمية رحمه الله جهازه التأويلي ينبني على أولا تفسير القرآن بالقرآن للحديث الذي تعرفونه. ابن تيمية أخذ من حديث معاذ بما تحكم، قال أحكم بكتاب الله، فإن لم تجد فبسنة رسول الله، فلم تجد فبما قضى به السلف، ثم قال فإذا لم أجد فأقضي رأيي ولا آلو. إذا القرآن أولا، ثم السنة، ثم أقوال الصحابة، ثم أقوال التابعين، هذا المنهج. ثم المنهج الاستدلالي خلص رحمه الله إلى قاعدة، ابن تيمية خلص رحمه الله إلى قاعدة تسير منهجه السلفي وتنسجم مع معتقده الملي، وهي وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفور له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جامعا. لعلكم تلاحظوا من خلال هذا الكلام أن نحن في خط تزايدي. إذا كان من سبقناهم أعرف فنحن أقل معرفة، هل نسلم أو لا نسلم؟ نرى ابن عاشور ماذا يقول. جعل الشيخ محمد طاهر بن عاشور لكتابة تعلم عشر نقطات نمر. أولا المرتكزات أو الجهاز التفسيري عند ابن عاشور، أولا معرفة مقاصد القرآن على سنن ابن الشاطبي، وقد ألف أيضا عاشور مقاصد الشرع كما لا يخفى عليكم. ثم الأمر الثاني معرفة لسان العرب ومعهودهم في التخاطب. الثالث مراعاة التكامل بين ظاهر النص وباطنه. رابعا في أن المعاني التي تتحملها جمل القرآن تعتبر مرادة بها، أي أن ما يدخل، ما هو موجود في المعاني فهو مراد بها، وليس فقط لا ينبغي الغوص عليه بل هي مرادة. خامسا مراعاة السياق المقامي والسياق الحالي. سادسا تفسير النص لا استعماله والتصور عليه. سابعا استمداد علم التفسير من علوم أخرى وهي القراءات وعلم الكلام وغيره. عاشرا عدم الاقتصار على التفسير بالمأثور وبيان صحة التفسير بالرأي. أسهب ابن عاشور في الدفاع والمنافحة عن التفسير بالرأي،
وإذا تيسر إن شاء الله وطبيعة الأعمال سترون كيف وربما ترجعون إن شاء الله أنفسكم ترجعون إلى مقدمة لتروا كيف نافع عن هذا المسألة وأن التفسير له وجاهته وله قوته. بعد استعراضنا لأهم معالم الجهازين التفسيرين عند الرجلين نبسط بإيجاز بعض ملامح المشاكلة والمشاكسة بينهما. أبدأ بالحيز المشترك بينهم، إحالتهما على مقصد صاحب النص. ثانية، كلاهما يعطي اهتماما بالغا للتفسير بالمأثور، أيضا ابن عاشور يعطي التفسير حتى لا نفهم غير ذلك. ثم تأكيدهما معا على تفسير النص لا التسلط عليه بالتقويل والافتئات تبعا للهوى والتعصب. كلاهما يدعو إلى الضلاعة في العربية ومراعاة السياق باعتبار أسباب النزول وغيرها. اهتمامهما بمنهج الاستقراء وإفادته للقطع. الاهتمام بالخطاب القرآني في كليته ورفض تعضيته باعتبار القرآن كالصورة الواحدة. ومن نقاط التباين بينهما اختلافهما في صحة التفسير بالرأي، نمر عليها. يمكن بعض الأمور التي تبين هذا الاختلاف أسبابه، لعل موقف ابن تيمية راجع إلى ما يشير إليه علماء النفس وعلماء الاجتماع إلى أن الظروف النفسية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والسجالات العقدية والمذهبية التي ينشأ فيها الإنسان تؤثر على أفكاره وتوجه اختياراته. وقد ظهر ذلك جليا، فقد عاش ابن تيمية في جو مشحون من المشاكل والمعتقدات، فهذا دفعه إلى الاستمساك والعض بالنواجد على التفسير بالمأثور اعتباره هو الصواب، في حين أن ابن عاشور رحمه الله تعالى عاش في جو من كما تعلمون من التأثر بالحداثة الغربية والزيادة مد للإلحاد، فدفع هذا إلى الاغتناء من القرآن والاقتناص من لآلئه حتى يكون الشريعة تكون القرآن صالحا والشريعة صالحة لكل زمان ومكان. وهذا يبين باختصار وجهته في هذا الرأي. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأسبح لكم جميعا.